لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com. الله يبارك فيك. أي فنان بينبسط جدا لما بيبقى عنده تكريم وبيحس إن الناس بتقدره وإن الجمهور بيقدره وإن المهرجانات الجميلة دي بتقدرها وإنه يساعد المواهب الشابة واللي موجودة على الساحة دي بتبقى حاجة مهمة جدا. ان شاء الله في خيال حلمي عملت خيال حلمي ان شاء الله 5 حلقات اول بطوله ليا ان شاء الله هتشوفوه قريب على الشاشات وكمان في حلقه بطوله ان شاء الله اول الشهر كمان داخل اصورها وان شاء الله في حاجه على رمضان كده بس مش هقدر اقولها لا انا ماليش دعوه بقى بال الجزء الثاني يعني سوري بابلي دي يعني طبعا فنانه كبيره وقديره ومفيش حد في الوطن العربي ما بيحبهاش لا اللي ما حصلليش الشرف يعني كان نفسي والله والله يرحمها والله يعني يعزي عيلتها ويعزينا كلنا الوطن العربي كله يعني. لولو الجزء الثاني موجود يا ادوار؟ مفيش لولو جزء ثاني اصلا؟ شكرا. يا جندي يا تعال يا ابني ماشي ماشي